قراءة جديدة في عناوين الصحف الصادرة بمنطقة شرق أوروبا. في بولونيا تناولت يومية في بوليتيسي الجدل السياسي والتشريعي حول موقف الحكومة المتشدد من إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد، معتبرة أنه لم يعد يقتصر على المعارضة والأغلبية، بل تجاوز ذلك إلى نقاش داخل مكونات الحكومة، بعد تأكيد نائب رئيس الوزراء رئيس حزب بروزومينيا الحليف الاستراتيجي لحزب القانون والعدالة علانية رفضه إجراء هذا الاستحقاق على حساب صحة وحياة البولونيين. في روسيا توقفت صحيفة الروسيسكايا غازيتا عند رفض المقترحات الروسية الرامية إلى التخفيف من نظام العقوبات الأحادية الجانب من قبل بعض الدول، وذلك خلال تبني قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى تضامن الدول في مكافحة جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة أعلنت في هذا السياق أن هذا الرفض سيعقد المعركة العالمية ضد الجائحة. في تركيا أفادت يومية حريات بأن تبرعات حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري كورونا تخطت عتبة 130 مليون دولار. اليومية أوضحت استنادا لرئاسة التركية أن الحملة لقت تفاعلا كبيرا من مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية وغيرها، حيث سارعت العديد من المؤسسات والشركات والمسؤولين ورجال الأعمال إلى التبرع. في النمسا نقرأ على يومية كرونن سايتونغ تأكيد وزير الصحة والشؤون الاجتماعية أن البيانات الأخيرة عن تطور الوضع الوبائي في البلاد تعطي بعض الأمل، لكن من الضروري توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية. الوزير أشار بحسب اليومية إلى توفر طاقة استيعابية جيدة بالمستشفيات الفيدرالية بحوالي 41500 سرير، منها 2200 سرير للعناية المكثفة. وعلى يومية توفيما اليونانية أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أهمية العمل الجماعي وتطبيق الجيد للمسافة الاجتماعية لمنع انتشار هذا الفيروس الفتاك، مضيفا أن البلاد نفذت إجراءات عزل اجتماعي صارمة في وقت مبكر نسبيا ويبدو أنها نجحت.